طيب ده واقع، ده واقع. عبد الله صبري اشكرك شكر يعني مذهل، دايما مركز معايا. قلت عين الصيرة، لقيته جايب لي عين الصيرة. سكن مصر، جاء سكن مصر. اقول لك انا بقى تاني عشان بس يعني، واحنا بناخد التليفون نبقى كده ايه برضه عاملين لكم، عارف انت كان زمان النتائج بتاعت الثانويه العامه بتتذاع على الراديو، فكان يتقال بقى رقم الجلوس والنتيجه، رقم الجلوس والنتيجه. بص يا سيدي، القاهره الجديده من 1 لـ 8 العمارات 1 2 3 4 5 6 7 8، التسليم هيبدا السنه الجايه؟ لا، الاسبوع اللي جاي ده 15 فبراير، الجمعه والسبت اجازه. يبقى بالترتيب من 1 لـ 8 هنبدا التسليم من 15 لـ 24، وطير الجمعه والسبت كده انت عرفت. طيب تعالى، وحدات بتاعه العماره رقم 9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 21 22 23. ايه ده يا ربي ده؟ من يوم 27 فبراير، يعني العمارة 9 هتتسلم يوم 27 فبراير. خدها بقى بالترتيب لحد العمارة 23، تسليمها هيبقى 17 مارس بالترتيب. بالترتيب، انا الفيديو ده مهم جدا للناس اللي حاجزه، الناس اللي فازت بشقة محترمة وحلوة وشياكة زي دي. طيب أيضا وحدات بقى العمارات من 24 لحد العمارات 33 هنبدأ التسليم إمتى؟ من يوم 20 مارس لحد يوم 31 مارس، ودايما طير جمعة وسبت. كويس؟ أخيرا وليس آخرا، عندنا بقى رئيس الجهاز بيقول الآتي، تسليم العمارات بقى اللي هي من 34 لحد العمارة 41 نبدأ التسليم 3 إبريل لحد يوم 12 إبريل بالترتيب، من العمارات 34 للعمارات 41. اللي فاتوا حاجة من اللي أنا قلته هيلاقي الفيديو موجود على اليوتيوب عشان حضراتكم تبقوا عارفين، بتروح للبنك علشان تخلص. خلونا ناخد معانا باشمهندسة سلوى بيومي نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الثالث تحديدا. ازاي حضرتك يا باشمهندسة؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. مساء الخير على المشاهدين كلهم. مساء الفل عليكي، فرحينا يا باشمهندسة. والله احنا ان شاء الله كده هنبدأ تسليم الموقع ده، مقاومة 85 عمارة جنوب طريق السخنة، في جهزنا 41 عمارة هنبدأ فيهم مشيئة الرحمن من يوم الثلاث الجاي، هياخد حوالي شهر ونص، كل يوم عمارة. دي سكن مصر. المفروض بقى ان شاء الله احنا بننزل الكلام ده على صفحة الجهاز، المفروض العميل بيشوف رقم عمارته امتى، بيتوجه للبنك. ايوه، يخلص اجراءات بنك ايه، هيروح اي بنك ولا بنك معين؟ بنك تعميم اسكان. ايوه ماشي. بيروح يخلص كل الاجراءات بتاعته، بيجي عندنا الجهاز بيجيب ما يفيد ان هو سدد دفعه الاستلام، وبيجيب لنا حافظه بكل الحاجات اللي هو سددها. طيب معلش يا باشمهندسه، انا مش عايز اسربعك، لكن عاوز برضه ايه اخد الامور كده بمنتهى التدقيق. هيروح انا مش عايز يروح البنك لسه يسال، انا عايزك حضرتك تقولي لي وهو رايح البنك يبقى واخد معاه ايه عشان ما يتمشورش. هو بياخد اول حاجه اللي هو اللي بيجيله الاخبار، التخصيص الاولاني اللي بيجيله. حلو. وهو بيبقى عارف عمارته كام. ماشي. بيروح هناك بيسدد دوحه الاستلام، ولو كان عليه اي مستحقات باقيه. جميل. بيجي لنا بقى جهاز خدمه المواطنين يعمل ايه بقى؟ يقوم داخل هناك بيقدم الورق ده، خدمه المواطنين تديله نموذج. النموذج ده قبل محضر الاستلام بيروح يطلع على الشقه بتاعته، لو ليه اي ملحوظه مش عاجباه بيكتب الملحوظات دي في قلب ورقه. حلو. بحيث ان هو ما يستلمش حاجه فيها اي ديفورات او اي حاجه او اي ملحوظه ليه هو. كلام جميل. بنديله مثلا لو على حسب الملحوظات اللي بيقولها وبيتاكد ان هي فيها الملحوظات الموجوده، بنديله مده بنخلص فيها، يجي يستلم يشوف ايه اوكي، بيدينا ان هي الشقه ما فيهاش اي مشكله. بعد كده بنعمله محضر الاستلام، وبعدين بياخد جواب عداد الكهرباء وعداد المي. ده لا ده شغل ده شغل اجانب ده. طيب سؤال بقى معلش يا باشمهندس، اي حاجه ملاحظات اكتبها، يعني مثلا شباك مزرجن، باب خشن، بلاطه مكسوره في الحمام، شياكه قوي بالمناسبه. لا والله ده في حاجات اكتر من كده، ده ممكن هو بيلاحظ حاجه مش باينه للعين، لان هم دلوقتي كل واحد يجي يستلم بيجيب معاه حتى مهندسين. لا والله حضرتك جيب بنديله حريه
يعمل صح. بيسيبوا الشقه براحته خالص حلو، ويبتدي فجاه بيكشف برضه المايه بتاعته الصرف بتاعه الحاجات دي كلها عشان ما يستلم، ما يبقى مستلم اوكي ما فيش عرض، ويعمل بقى محضر الاستلام على اساس الديفوهات اللي موجوده او اذا كانت موجوده يعني، وربنا ما يجعل فيه عيوب. حاجه بيكتب لي ان ما عندوش ملاحظات ياخد محضر استلام، بس لازم اذا افترضنا افترضنا ان هو عنده بعض الملاحظات بيتم العمل عليها واستدعائه مره ثانيه امتى؟ يعني خلال مده قد ايه؟ لا هو على حسب لو في ملاحظات، على حسب الملاحظات اللي بيقولها. يعني في حاجات بتبقى حاجات بسيطه بتاخد يومين ولا حاجه، في حاجات ممكن تبقى تاخد اسبوع على حسب الملاحظات، في ناس تاخدها في نفس اليوم لان ما عندوش ملاحظات. يعني انت حضرتك ممكن تروح الموقع تلاقي شقتك زي الفل ما فيهاش مشاكل. معلش. تيجي تقول لي لا يوجد ملاحظات. لا. بنعمله محضر استلام ساعتها. انا مش مصدق وداني. هو يقر ان ما فيش ملاحظات. انا مش مصدق وداني. لا والله ده اللي بيحصل فعلا. يعني ده شغل وزاره الاسكان ودي طريقه التسليم بتاعت وزاره الاسكان؟ الحكومه يعني. هو احنا اصلا بندي للمقاول فلوس، ما خدش حق وحق المواطن ليه كل الحكومه؟ ده اللي احنا تعودنا عليه، اللي احنا بنسلم ده انت اجدع من القطاع الخاص. والله ما بهزر. لا انا ممكن اصل انا ممكن احكي لك حكايات على القطاع الخاص. لا والله يعني اللي هو بقى ايه تقول الحاجه فتتنفذ لك بعد اسبوعين وبعد ثلاث اسابيع وممكن ما يتردش عليك، والله العظيم. وشركات ايه بقى من التقايل؟ انا بس مش عايز ازعل حد يعني. لا والله احنا الكلام ده بنقول حد اي حد يجي يشتكى من ملاحظه اقول له حد قال لك ما تستلمش لما كل شقتك تبقى جاهزه. طب بص انا طالب طلب، انا عندي طلب غير ان انا هحجز، بس عندي طلب. انه ايه بقى؟ انا عايز بعد اذن حضرتك احنا عايزين نبعت كاميرا يوم التسليم، اول يوم هيبقى يوم 15 اللي هو يوم الثلاث. عايزين ننزل احنا هنصور مع الناس يا باشمهندسه، هنصور مع الناس وهنختارهم بمزاجنا ويقولوا اللي هم عاوزين يقولوه، والناس اللي عندها ملاحظه هتقول انا عندي ملاحظات في كذا، واللي فرحان يقول واللي زعلان يقول. متفقين؟ ولا في اطلاق، بس مش هيبقى يوم 15 لان يوم 15 بيقضيه في البنك. اصل انا عارف انه التسليم يبدا 15 مش كده ولا ايه؟ لا ما ده ما بيعرفش خالص. صح البنك 15 يعني ممكن صح ما يلحقش يرجع الموقع يوم ال 15. اوكي فاي حد اي مرشح حضرتك نيجي يوم 16 زي ما حضرتك عايز. الاربع 16 فبراير ميعاد، وانا ما فيش مشكله اطلاقا. وهوري حضرتك نموذج من اللي بيحصل كامل، يعني هنشوف الراجل وهو داخل خدمه المواطنين ونطلع معاه على على الموقع نفسه. ايوه ونتفرج على الشقق بقى كده براحتنا ونسال المواطنين اللي بيستلموا براحتنا. لا والله يسعدني على الاقل ابين الشغل اللي احنا عاملينه كمان في نفس الوقت. يعني بصراحه هي الكاميرا ما بتكذبش، احنا بنعرض دلوقتي لو حضرتك فاتحه قدامك تلفزيون او حاجه هتلاقي. لا بعيد عن التلفزيون بصراحه. احنا لا احنا بس بنعرض بس الناحيه الثانيه، يعني بنعرض في اكتوبر في 1 اكتوبر بس في النهايه هو شغل برضو الوزاره سكن مصر. لا حضرتك حتى قرار جديد والله، يعني حضرتك تشرفونا وهتشوفوا على الطبيعه كل حاجه. احنا بنتشرف، احنا جايين احنا جايين. طيب بعد ما بيعمل ملاحظاته يعني اما انه يستلم او انه يستنى لحد ما الملاحظات دي باذن الله سبحانه وتعالى يتم العمل عليها، خلاص كده بقى يسلم الاوراق ومحضر الاستلام وبعدين؟ ياخد محضر الاستلام وبعدين يقدم على اعداد الكهرباء واعداد الميه وبيتقدموا معاهم في نفس الوقت. وبعد كده خلاص بيروح يسكن بقى وبعدين يروح يتعاقد مع الغاز مع شركه الغاز وكده يعني. طيب هل شركه الكهرباء وشركه الميه وشركه الغاز ليهم مقرات قريبه من التجمعات اللي احنا بنيناها؟ هي الميه اللي قريبه من هم يعني الكهرباء بعيده يعني قريبه جدا من الجهاز، الميه مع الجهاز. حلو. والغاز برضو قريب من الجهاز بتاعنا نفسه. اول بقى ما بيقدم خلاص كده. يعني في التجمع الخامس. اول ما يقدم خلاص يحط المفتاح في الباب ويخش يفرش. لانه هو ميته كهربته غازه كله تمام التمام. تمام تمام ان شاء الله. الله ينور يا باشمهندس. خلاص. لا حضرتك الامر لله، العفو العفو. ده احنا بنشكرك وبنشكر كل الناس الحقيقه اللي شغاله على هذا المشروع. الف شكر ليك يا باشمهندسه سلوى، كل الشكر للمهندسه سلوى بيومي نائب رئيس جهاز القاهره الجديده للتجمع الثالث. عرفتوا يا رجاله هتعملوا ايه؟ ايوه كده، حضرتك خد التخصيص بتاعك تطلع على بنك الاسكان والتعمير، معاك الفلوس بتاعتك اللي مستحقه عليك عشان تاخد بعضك بعد كده وتروح تعمل اجراءات الاستلام بتاعتك، عندك ملاحظات قول افصح ابن ما يهمكش. حقك تستلم الحاجه طبقا للمواصفات اللي انت تعاقدت عليها. في حاجه مش عاجباك بتكتبها في الملاحظات ثم يتم محضر الاستلام فيما بعد ذلك. خلص ميتك كهربتك غازك خش افرش يا باشا.